بس ماشي. واخيرا مبسوطة قوي ان احنا عرفنا نخلص موضوع الفستان. اروح بقى انا اشوف بقية الكلاينتس والريكوستس اللي عندنا وبقية تفاصيل الفرح وتمارين الولاد والهوموركس وحاجات كتير قوي لسه ورايا. احنا النهارده رايحين نشوف فستان الفرح اخيرا. انا لفيت الاول لوحدي وشفت كذا حاجه, والنهارده الفلتريشن بروسيس, ومعايا مامي ومعايا ديدو, وهنختار فستان الفرح, فستان كاتب الكتاب. مبسوطه قوي اني اخترت فستانين مش فستان واحد. خلاص بند الفساتين ده اوف ذا ليست. ابعتولي في الكومنتس ايه رايكم في الفساتين اللي انا اخترتها. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان مع الاسف ساعات الحلو ما يكملش, فاستنوا الحلقه الجايه عشان تعرفوا ايه اللي حصل معايا.